تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر اغسطس الماضي، واشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل معها لتوفير الرعايه الطبيه اللازمه والتدخلات الصحيه المطلوبه، وذكر تقرير اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بانه تمت الاستجابه لنحو وثلاثة حالة وشملت تلك الاستجابات صدور 237 وسبعة وثلاثين قرارا قرار علاج على نفقة الدولة. فضلا عن إصدار اثنين قرارا خاصا بالحالات الطارئة وثمانية وثلاثين قرارا بإجراء عمليات زراعة نخاع وتنفيذ الإجراءات الطبية لنحو 118 وثمان حالة من مرضى الأورام وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لنحو تسعة حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة